كشفت شركتا جوجل وفيسبوك الاثنين عن خطط لمد كابل إنترنت جديد تحت البحر يربط سنغافورة واليابان وأجوام والفلبين وتايوان وإندونيسيا. وقالت الشركتان في بيانين منفصلين إن مشروع الكابلات الذي يحمل اسم أبريكوت سيمتد على نحو 12 ألف كيلومتر وسيدخل حيز التشغيل عام 2024 في حال الحصول على الموافقات التنظيمية. وقال مدير الهندسة في فيسبوك نيكولو هوريش إن المشروع سيوفر سرعة الإنترنت التي تشتد الحاجة إليها والوفرة والموثوقية لتوسيع الاتصالات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي وقت سابق هذا العام أعلنت الشركتان عن مشروع كابل آخر أطلق عليه اسم إيكو يربط بين الولايات المتحدة وسنغافورة وغوام وإندونيسيا. وقال نائب رئيس خدمة جوجل للحوسبة السحابية جوجل كلاود بيكاش كولي إن كابلي إيكو وأبريكوت يشكلان نظامين متكاملين تحت الماء ويقدمان مزايا بمسارات متعددة داخل آسيا وخارجها بما يشمل طرقا فريدة عبر جنوب آسيا ما يضمن درجة أعلى من المرونة لخدمات جوجل كلاود والخدمات الرقمية. وأضاف كولي أن المشروعين سيوفران معا للمؤسسات التجارية والشركات الناشئة في آسيا سرعة أكبر ونطاقا ترددي أقوى ومرونة متزايدة في اتصالاتهم بين جنوب شرقي آسيا وشمالها والولايات المتحدة. وأوقفت جوجل وفيسبوك هذا العام الجهود المبذولة لإنشاء كابل تحت البحر كان من المقرر أن يربط كاليفورنيا وهونغ كونغ بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين.